إذا بتحب يسوع وبتوثق فيه، إذا عن جد عندك إيمان بيسوع المسيح، إذا عندك حب لهالإله، ما بقى يعني لك أي متى بيجي يسوع وكيف. وفي كتير أسئلة تانية بالحياة ما بقى بتعني لك، بصير يعني لك شو مطلوب منك بغض النظر. هيديك السنة بنفس هيدا النهار كنت عم بوعظ هيدا الإنجيل وحكيت عن المفاجأة، قلت لهم إنه مجيء المسيح مبين كأنه مفاجأة لإلنا، ما منعرف أي متى وكيف، بس هيدي المفاجأة إذا نحن منوثق باللي بده يعملنا إياها ما بهمنا شيء كيف رح تكون وكيف رح تطلع، بالعكس منكون عم نعيش المطلوب منا لأنه واثقين بأنه يلي بده يفاجئنا ما رح يفاجئنا إلا بشي حلو. بس بده ثقة وبده إيمان. شو المطلوب؟ شو اللي طالبه منا يسوع؟ عم تجلي الجل المرة بالمطبخ وإذ تسمع لبدة، تسمع صوت شي انكسر بالأوضة، بتركض لجوا على السريع حتى تشوف شو صار، بتلاقي أولادها ثلاث أولاد نطين على التخت كسرينه بنصه، فاقش التخت هيك بالنص، تخوت عليهم بتقول لهم اركعوا كلكم بالزاوية هلأ. بفز الصغير بقول له بس هيدا مش عدل، أنا ما خصني. قلت له كيف ما عم بتنطوا على التخت لكسرتوه؟ قال له مبلا. قلت له لكان اركعوا ثلاثتكم. قال له بس أنا ما كسرته. قلت له كيف ليه أنت ما كسرته؟ قال له وقت اللي انكسر كنت بعدني بالهوا. نحن هيك منجاوب يسوع على هالدنيا اللي كسرناها. شو المطلوب؟ المطلوب نحمل مسؤولية، نحمل مسؤولية. ذلك العبد الحكيم الأمين عم بيخبرنا يسوع يلي عنده مسؤولية وواجب يقوم فيها. علمنا بأمس الحاجة لناس تحمل مسؤولية. أول شيء مسؤولية حياتها الخاصة. كم قرار بتاخدوه بحياتكن وبيكون 100 حدا قايلكن انتبهوا، وبتكونوا مصلين وصوت الله بقلبكن عم بقلكن احذروا من قراراتكن لأنه رح يتغير قلبكن أو رح تتغيروا أنتو وما بتسمعوا. ووقت اللي بينكسر شي بقلبكن بتقولوا نحنا ما خصنا، مش نحنا، الدنيا كسرتنا، العالم كسرونا، الحياة الماضي تبعي ما حدا عاش اللي أنا عشته، منشان هيك أنا مكسور. الحق على كل اللي عم بنطوا معي بهالدنيا، بس وقت اللي أنا انكسر أنا ما خصنا، أنا كنت بالهوى، هن اللي كسروا لي حياتي. علمنا بأمس الحاجة لرجال ونساء تعرف تاخد قرار وتحمل مسؤوليته. والقرار يلي بدنا ناخده بده يكون بيشبه يسوع المسيح، لأنه هيدا المطلوب منا. مش مطلوب اخد قرارات الخاصة، أنا مش مطلوب، مطلوب إني احمل مشروع يسوع بحياتي. بدي احمل مسؤولية وبدي يكون أمين لهالمسؤولية، إنه اخدم، إنه أعطي الطعام في حينه، يعني كون بعرف ميز الوقت المناسب لأتصرف. بكلمات تانية إني كون مسيحي، بيعرف يحب، بيعرف يعطي، بيعرف يغير الواقع تبعه، مش يقلب تحت الصليب وينام ويتمرمغ وينطر مين بده يجي يشقله من تحت الصليب. بينقصنا 100,000 سمعان قيروانك اليوم، ولا واحد منا بيقبل انه يكونوا. ليه؟ لانه ما عنا الثقة انه نحمل مع يسوع ونخاطر مع يسوع، نطلب منه كل شيء بس ما بدنا شيء يدق فينا. هيدا بذكرني بسيرك، بتعرفوا السيرك بيعملوا، بيروحوا من محل لمحل كانوا من أيام زمان وبيعملوا سيرك ألعاب بهلوانية وقصص. وأحد هالجروبات يلي بيعملوا سيرك هالجماعات ببلش يخسر، يعني ببطل يفوت مصاري، ببطل يجي ناس. بيطلبوا من واحد بيعمل ألعاب بهلوانية، بيطلبوا منه، بيقول له صاحب السيرك أنت اللي بدك توقفنا على إجرينا، أنت الوحيد القبضاي بيناتنا. بيقول لهم رح أعمل شيء مش عاملينه ولا مرة قبل، رح حط سلك، بس بدل ما يكون سلك عادي
رح حط له نار وامشي عليه، وبحطوا اعلانات تعوا شوفوا عم بيمشي على سلك كله نار، بتقبلوا بيقولوا له كل اللي بيشتغلوا بالسيرك نحن بنوثق فيك، نحن معك للاخر. بحط الحبل بيمشي عليه وبزقفوا كل هالناس وبيندهشوا. بيجي عرض تاني بيقول لهم رح اعمل شيء اقوى، انتم معي؟ قالوا له بنوثق فيك للاخر. قال لهم رح اعمل سلك اكبر بكتير، ببلش من برات الخيمه وبيخلص براتها من تاني ميله، ورح امشي عليه بدون خشبه ولا شيء، بدون توازن. تقبلوا؟ اكيد بنوثق فيك وبمشروعك. راح عملها، جاب ناس بعد اكتر، كله انبسط، كله زقف. واذ بيجي بيقول لهم بدكن نكبر بعد المشروع؟ قالوا له اكيد عنا ثقه مطلقه فيك. قال لهم رح حط حبل من راس البنايه لراس البنايه وبدي امشي على بسيكلات، بس رح يكون شيء كتير قوي لانه رح اطلب منكن انه توقفوا على خشبه وهديه انا وقاطع. اعملها وحدك. بنوثق فيك بنوثق فيك بنوثق فيك، بس لما بدق فينا ما بقى نوثق فيه، ولا بدنا نخاطر ولا بدنا نعمل شيء معه. روح طاع الحبل لوحدك. نفس الشيء إيماننا بيسوع، حكي قد ما بدكن، وقت اللي يجي الفعل والمسؤولية أنا ما خصني، أنا كنت بالهوى، أنا ما كنت على هالأرض. مين اللي كسر هالدنيا؟ مين اللي عم بيزيد الشر على هالأرض؟ يا جماعة، يسوع بأمس الحاجة لقلنا إنه نحمل معه على طريقته، إنه نختار. وانتبهوا لهالجملة، مش رح قلكم نختار شو، بخبركم بعد خبرية وعلى أساسها بقلكم نختار شو. بيجي عصفور بده يتعلم يطير، بس من هو صغير بيأكل كتير مثله، صار كتير ناصح ما يقدر يطير، كل ما يجرب يطير يطج بأرضه. بيجي زلمة حكيم بيعطيه نصيحة، بيقول له بدك تكون مسؤول عن حياتك، ما فيك هيك، ما رح تقدر تطير. قال له شو بدي أعمل؟ قال له بدك تخفف من وزنك. واضحة؟ بدك تخفف من وزنك. بيروح هيدا هو عم بيأكل بصير ينتف بهالريش، بصير يشيل من هون شيل من هون شيل من هون، بعدين بيطلع على المراية بلاقي حاله خف وبيطلع على السطح بده يطير، وبينزل على نص راسه وما بيبقى مين يخبر. حمل مسؤولية، بس كيف؟ مثل ما بده. شو بدكن تختاروا بهالدنيا؟ بدكن تختاروا الصح أو الأهين؟ بدكن تنتفوا ريشاتكن أو بدكن تعملوا مسؤولية كبيرة تاخدوا فيها قرارات ولو قاسية وتمشوا فيها وتحملوا مسؤوليتها على الآخر؟ بدكن توبوا وتقولولوا للرب نحن كسرناها لهيدي الدنيا، أو بدكن تقولولوا نحن كنا بالهوى وقت اللي انكسرت؟ يسوع ما بده منا نعرف أي متى بتخلص الدنيا، ولا بده يعرف ولا بده يخبرنا عن كيف نهاية العالم وأي متى رح يجي، ما بهمه. بده إيانا نعرف نطير، وبده إيانا نعرف نعيش، وبده إيانا نحمل مسؤولية بكل لحظة، ونكون مستعدين لوقت اللي بيجي نفرح بهالمفاجأة، مش نخاف منه وننقذ ونحط 100,000 حجة إنه ما قدرنا نعمل شيء ونحن ما خصنا ومش الحق علينا. رح وقف، مش رح أحكي أكتر، بدي بس يبقى براسكم كلمة واحدة: احملوا مسؤولية، احملوا مسؤولية. ما بقى حدا يلقي اللوم على حدا تاني، انتوا مسؤولين عن حياتكم، مسؤولين عن كل شيء وصلنا له، مسؤولين عن أولادكم واللي رح يوصلوا له، مسؤولين عن الحياة اللي عم بتعيشوها. ولا منكم بالهوى، ولو انكسر التخت بغير أشخاص، بس انتوا عم بتنطوا معهم، وقفوا نط، وإلا كلنا رح نركع.